حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. بررت وزارة التخطيط ارتفاع الإنفاق في موازنة 2023 بوجود خطط لإلغاء عدد من المشاريع المتلكئة وما يتطلبه ذلك من أموال. وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان إن الأرقام في هذه الموازنة هي الأعلى لأسباب عديدة، من بينها تضخم الإنفاق الذي أحدثته فروقات الموظفين والتي أصبحت ملزمة للحكومة مع وجود ديون متراكمة وشركات التراخيص ونفقات مباشرة تبناها البرنامج الحكومي، بضمنها دعم الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية وتوفير الطاقة الكهربائية والبنى التحتية. قالت لجنة النقل والاتصالات النيابية إن العراق بحاجة لتنفيذ طريق التنمية الاستراتيجي لنقل البضائع إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، وبيّنت أنه لا فائدة من الميناء بدون هذا المشروع الاستراتيجي المهم والمحال حاليا إلى شركة استشارية لغرض دراسة الملف والمضي بتنفيذه. وفي عام 2021 صرح مسؤول في الشركة العامة للموانئ المملوكة للدولة أن الشركة الكورية أكملت الأرصفة الرئيسة للميناء وسيكتمل في غضون 4 سنوات، إلا أن التلكؤ في إنجازه أثار جدلا واسعا، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول. ارتفعت صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل معدل 222 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغت 5,191,000 برميل يوميا، منخفضة بمقدار 204,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5,395,000 برميل يوميا. وأن صادرات العراق النفطية للعراق أو لواشنطن ارتفعت بمقدار 42,000 برميل يوميا. أكد صندوق النقد العربي أن نسب البطالة في الدول العربية لا سيما في العراق مرتفعة جدا بالمقارنة مع النسب العالمية. وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن الحميدي قال إن ارتفاع نسب البطالة في المنطقة العربية يعد من أبرز التحديات للمنطقة، حيث بلغت نحو 11.3% عام 2021 ما يمثل ضعف المعدل العالمي. وأضاف أن نسب البطالة لدى الشباب العربي بلغت في المتوسط 27.3% مقابل 16.4% عن المستوى العالمي. وفي خبرنا الأخير، كشفت صحيفة لو بارسيان الفرنسية بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في باريس خلال الاحتجاجات تقدر بحوالي 1,600,000 يورو. ونقلت الصحيفة عن نائب بلدية باريس أن هذا المبلغ لا يشمل إلا الأضرار التي لحقت بمنشآت ومبان عامة في المدينة. وذكرت الصحيفة أن السلطات أنفقت 538,000 يورو على تنظيف الشوارع بعد الاحتجاجات، فضلا عن إنفاق 106,000 يورو على إصلاح محطات حافلات الركاب ونوافذ البنوك. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.